يعني ايه وكاله فضاء؟ وكاله الفضاء هو الكيان المسؤول عن التنسيق وتطوير القطاع الفضاء. تمام. نقلتك الى كلمه قطاع ايه هو قطاع الفضاء؟ ده قطاع هيضم تحتيه او هيكون مرتبط مع جميع اجهزه الدوله. جميع بدون استثناء. هنتكلم على الصحه لها ارتباط بالفضاء، هنتكلم على النقل لها ارتباط بالفضاء، هنتكلم على البيئه لها ارتباط، الثروات المعدنيه او الطاقه يعني البترول الطاقه نفس البيئه والزراعه كل اجهزه الدوله للاسف احنا بنرتجل في كل هذه الاتجاهات. تمام. فوكاله الفضاء هو الكيان اللي جاي ينظم هذا الكلام، بالاضافه الى الثقافه الغير عاليه اللي موجوده. فمش عايز اقول اللي احنا بنبنيه في مكان بيتهد في مكان اخر، صح، ومفيش حاجه بتكمل عندنا. فاحنا بنستهدف من قانون وكاله الفضاء انشاء صناعه فضاء، ودي اللي انا عايز اقولها بالتفصيل. صناعه فضاء، تمام. الكلمة صناعة، أنا واحد من الناس اللي بيجي له نوع من الارتكارية كده أول ما نتكلم كلمة صناعة. ليه؟ لأن من وإحنا أطفال وكانوا بيقولوا لنا مصر دولة صناعية زراعية. وفشلنا فشل ذريع جدا لأسباب عدة، منها السياسية لغياب الإرادة السياسية في هذا الموضوع، ومنها إدارية، ولكن كانت الأهداف كلها كانت بتنهار مع أول خطوة. تمام. فإحنا فشلنا في صناعة السيارات وإلكترونيات وغزل فشلنا في كله. نيجي بقى عند صناعة الفضاء، احنا كل اللي كده فاتنا تركيزنا في الصناعة وفشلنا فيها جه على كمان على الزراعة ووقعها كده يعني الحمد لله حركة حركة. تمام كده. فكل اللي فاتنا ده كوم والفضاء ده كوم تاني. لو لم ننجح في ان احنا نلحق اللي ضاع مننا الفترة اللي فاتت ونقيم صناعة فضاء حقيقية بعيدا عن الطبل والزمر اللي شايفه شغال، وخصوصا بعد اعلان وكالة الفضاء، هنخسر كتير قوي. هنبقى حطينا الاجيال السابقه القادمه كلها في مهب الرياح. احنا هنا بنتكلم عن صناعه الفضاء والوكاله اللي هي مسؤوله عن كل ما يتعلق بالقطاع الفضائي، صناعه وامتلاك. ما هي دي بقى بنتكلم هنا عن الوكاله دي اللي هيبقى فيها باحثين وعلماء كذا، هم اللي بيشرفوا من ناحيه على صناعه الاقمار الصناعيه وصناعه المكونات اللي داخله في هذا القطاع. رقم اثنين هم بقى اللي بيديروا الاقمار الصناعيه اللي في الفضاء. تمام. ده تخصص وده تخصص، ده موضوع وده موضوع.